Guten Tag, meine Schüler und meine Schülerinnen. Wir sprechen heute über Aufsatz. Aufsatz auf Seite 38. Schreibt 10 Sätze über das folgende Thema. يعني اكتب 10 جمل عن الموضوع التالي. Mein Traumberuf, اللي هو وظيفة الأحلام. جايب لي هنا مجموعة Inhaltspunkte, مجموعة عناصر. وطالب مني ان كل عنصر من العناصر دي اعمل عليه جملة وفي الاخر هزود جمل من عندي عشان اوصل للعشر جمل اللي هي مطلوبة مني. اول عنصر عندي ارتست دكتور ميديتسين الطب دواء يستغرق كرانكن هاوس مستشفى براكسز اللي هي العيادة كرانكن هيلفن يعني يساعد المرضى. طيب لما نيجي نمسك موضوع زي كده لازم نمسكه كفكرة واحدة، يعني الجمل تكون مترتبة ومتسلسلة الأفكار بتاعتها. نشوف كده عندي تسوم باي شبيل الجمل هنا هنكتبها ازاي. أول حاجة عندي بقول إيش بين نخ شولا، يعني أنا ما زلت طالب. إيش فيل ميديتسين شتوديرن، يعني أنا عايز أدرس الطب. ما ننساش طبعا إن الفيرب فولن بنحط له انفينيتيف ام اند، يعني بنحط له المصدر في اخر الجمله اللي هو الفيرب اللي اخره اي ان او ان. ايش فيل ارتست فيردن، يعني انا عايز ابقى دكتور. داس ستوديوم داورت سيبن ياره، يعني الدراسه بتستغرق 7 سنين. ايش فيل ان اينم كرانكنهاوس اربايتن، يعني انا عايز اشتغل في احدى المستشفيات. Ich will eine Praxis haben. عايز يبقى عندي عيادة. Ich will den Kranken helfen. عايز أساعد المرضى. Ich will von 8 bis 12 Uhr jeden Tag arbeiten. عايز كل يوم من الساعة 8 للساعة 12 يكون ده هو الشغل بتاعي. Ich will 2 Tage Urlaub pro Woche. يعني عايز يومين أجازة في الأسبوع. Ich will 5000 Euro im Monat bekommen. يعني عايز أحصل على 5000 يورو في الشهر. ده كده الأوفزاتس اللي موجود قدامي. بعد كده عندي Seite 40 بتتكلم عن فيدا هولونج، مراجعة على الجينيتيف. وإحنا قلنا قبل كده الجينيتيف اللي هو المضاف إليه بالعربي. لو عندي كلمة أداتها دير أو دس بنحولها دس، والكلمة اللي وراها لو كلمة مكونة من 4 حروف وبتتنطق مرة واحدة ما بتتقسمش بنزود لها اي اس. لو كلمة بتتقسم في النطق أو كلمة كبيرة بنزود لها اس بس. طب لو كانت الكلمة دي الارتيكل بتاعتها دي فيمينين أو دي بلورال، قلنا دي بتتحول لدير والكلمة ما بنزود لهاش لا اس ولا اي اس. طيب نشوف كده بنعمل الجمل بتاعتنا ازاي. نمرة 1 دير كمبيوتر اللي هو الكمبيوتر طبعا، اين بروجراميرا اللي هو المبرمج. عايز اعمل جملة كاملة من الجملتين الكلمتين اللي موجودين قدامي دول، بنعملهم ازاي؟ زي ما احنا شايفين كده قدامنا بقول داس ايست، يعني هذا يكون دير كمبيوتر اينس بروجراميرز، يعني هذا يكون كمبيوتر المبرمج. المبرمج هنا زي ما بنقول عليه بالعربي كده مضاف اليه، فبالتالي هنحول الدير لدس وكلمه كبيره نزود لها اس. نمرة 2 داس بورو دير ديريكتور، مكتب المدير. يبقى المدير هنا هو الجينيتيف المضاف اليه. طب نعمل الجمله بتاعتنا ازاي؟ برضو زي اللي فوق بالظبط. يبقى هقول برضو داس ايست داس بورو ديريكتور، الارتيكل دي تتحول دس والكلمه كبيره نزود لها حرف الاس. نمرة 3 داس هندي الموبايل ماينه موتا اللي هي والدتي، موبايل والدتي، يبقى والدتي هنا هي الجينيتيف. برضو نفس الفكره، يبقى هنقول داس ايست داس هندي، هذا يكون موبايل موتا الارتكل دي يبقى تتحول دي، يبقى ماينا وكلمة
موتا هتنزل زي ما هي بدون إضافة عشان أداتها دي. دير بال اللي هي كرة، دي كندا اللي هم الأطفال، يبقى أقول هذه تكون كرة الأطفال، يبقى الأطفال هنا هي الجينيتيف. هنعمل الجملة إزاي؟ يبقى هقول داس إيست دير بال، كلمة كندا الدي هتتحول دير، وبالتالي الكلمة مش هنزود لها لا إس ولا إي إس. نوما فونف دي شبيل زاخن اللي هي الألعاب، داس كيند اللي هو الطفل. خلي بالي كلمة ألعاب كلمة زنجولا، كلمة مفرد، يبقى ما ينفعش أقول معاها داس إيست، لأن داس إيست دي بتيجي مع المفرد، يعني هذا يكون أو هذه تكون. طب لو كلمة جمع يبقى بنقول بنقول داس زيند، هؤلاء يكونوا دي شبيل زاخن، يعني الألعاب ديس كيندز، ألعاب الطفل. طيب طبعا كلمة كند الدس هنحولها دس، وكلمة صغيرة وبتتنطق مرة واحدة، فبالتالي زودنا لها اي اس. نوماز دس اوتو اللي هي العربية، ماين فاتر الاب، عربية الاب، يبقى الاب هنا هو الجينيتيف. نعمل جملتنا ازاي؟ يبقى هقول دس ايست دس اوتو، هذه تكون سيارة ماينس فاترز، سيارة والدي. فاتا الديه هنحولها دس، وكلمة فاتر اتقسمت اهي واحنا بنقراها، فبالتالي بنحط لها اس بس. ديه فرويند اللي هو الصديق، ماينش فيستا اللي هو الاخت، صديق الاخت، يبقى الاخت هنا هي الجينيتيف. نعمل جملتنا ازاي برضو؟ يبقى هقول داس ايست ديه فرويند، هذا يكون صديق. كلمة شفيستا الارتيكل بتاعتها دي هنحولها ديه، وبالتالي مش هنزود لا اس ولا اي اس. نوما اخت دير جوجينج انتسوج اللي هو الترينج اللي انا بلعب بيه، او اللبس اللي بلعب بيه الرياضه. اين شبورتلا اللي هو الشخص اللي بيمارس الرياضه، ترينج الرياضي. يبقى هنا كلمه شبورتلا هي الجينيتيف. بنعملها ازاي؟ يبقى برضو زي اللي فات، داس ايست دير جوجينج انتسوج، وشبورتلا الدي هنحولها دس، وكلمة كبيرة فبالتالي هنزود لها الاس. ده كده باختصار كان الايبونج الخاص بالجينيتيف. بعد كده عندي ايبونج خاص بالريجل، القاعدة بتاعتنا اللي خدناها اللي هي اسمها داس، وقلنا داس عاملة زي ذات بالانجلش بمعنى ان. وقال لي خلي بالك داس الجملة اللي بتيجي وراها بنحط الفيرب ام اند، يعني الفيرب في اخر الجمله. نشوف كده باي سبيل. نوما اينس ريتا كومت موجن تسوروك، طبعا تسوروك كومت بمعنى هيرجع، وموجن يعني بكره، يبقى ريتا هترجع بكره. ايش فايس اس اي نو ذات، انا عارف كده. طبعا معنى الجمله هنبدا بمين، بدي ولا بدي؟ لا يبقى كده هنبدا بايش فايس انا اعرف، واروح حاطط الكومة وبعد كده احط دس. طبعا اس هنا خلاص احنا مش عايزينها، هنحط بدلها الرابط اللي هو دس. يبقى ايش فايس دس، انا اعرف ان، وامسك الجملة بتاعت ريتا انزلها، ومنساش ان هاخد الفيرب كومت واحطه في اخر الجملة، يبقى تسوغوك كومت. طبعا ده كان فعل منفصل، هنا غصب عنه مش هينفع ينفصل. طيب نوما تسفاي فلوريان نيمت ان دير كلاسن فارت نيشت تايل، فعل منفصل جديد اسمه تايل نيمن ان بمعنى يشترك في، كلاسن فارت اللي هي رحلة الفصل هيعملها. يبقى بيقول ان فلوريان مش هيشترك في الرحلة بتاعت الفصل بتاعه. داس هابي ايش جهورت، لما اجي اقول ايش هابي جهورت يعني انا سمعت، انا سمعت، يبقى طبعا واضح من خلال البيدويتونج، من خلال المعنى. هنبدا باني جمله، الجمله الثانيه هقول ايش هابي جهورت، انا سمعت كوما داس، انا سمعت ان، واخد الجمله بتاعت فلوريان انزلها زي ما هي، بس هاخد الفيرب نيمت واحطه في اخر الجمله. يبقى اقول انا سمعت ان فلوريان مش هيشترك في الرحله.
Nummer 3. Wir sind in Paris gewesen. Ihna kunna fi Paris. Unsere Freunde wissen es nicht. أصدقائنا مش عارفين كده. يبقى طبعا واضح من خلال المعنى برضه هبدأ بمين؟ بالجملة الثانية اللي هي بتقول unsere Freunde أصدقائنا wissen nicht مش عارفين كما das مش عارفين إن وآخد الجملة بتاعت فيا أنزلها وراها ومنساش أحط زيند في آخر الجملة. طيب نوما فيا أين شبراخ رايزة يعني رحلة عشان أتعلم منها لغة. إيست إما نوتسليش يعني بتكون دايما مفيدة. داس فيسن ألي كلنا عارفين كده. طبعا من خلال المعنى برضو هبدأ بمين؟ هبدأ وأقول ألي فيسن كلنا عارفين داس إن أين شبراخ رايزة إما نوتسليش إيست. برضو خدت الجملة الأولى دي حطيتها ورا داس واخد الفيرب ايست واحطه في اخر الجمله. نوما فونف شتيفان هات فيلي لويتي كانن جلانت يعني شتيفان اتعرف على ناس كتيره. اير اتسيلت داس هو بيحكي كده او بيحكي ذلك يعني. يبقى برضو هقول شتيفان اتسيلت ستيفان بيحكي كوما داس ستيفان بيحكي ان هو اتعرف على ناس كتير. يبقى هنا هاخد الجملة بتاعت ستيفان دي احطها ورا داس ومنساش احط في اخر الجملة الفيرب هات. ده كده بالنسبة لي الايبونج الخاص بالريجل اللي بتتكلم عن داس. بعد كده الزايت اللي بعدها بتتكلم عن Wähle aus, يعني choose مجموعة أسئلة بيقول لي wähle die richtige Antwort aus. اختار الإجابة الصحيحة. Die Arbeit Polizistin اللي هي البنت اللي بتشتغل في الشرطة ist sehr gefährlich يعني خطيرة جدا أو فيها مخاطر كتير. مهنة الضابط يبقى الضابط ده جينيتيف وهنا بنت الأرتيكل بتاعتها دي فبتتحول ل دي يبقى بالتالي الأنتفورت أينا. Das ist die neue Sekretärin Direktors. هذه تكون السكرتيرة الجديدة للمدير. سكرتيرة المدير. يبقى هنا برضو مضاف إليه أو جينيتيف. الأرتيكل der فهتتحول إلى das. Die Kleider, الملابس, الموديل, sind immer super. يعني دايما بتكون ممتازة. ملابس الموديل. يبقى الموديل هنا جينيتيف وطبعا كلمة كبيرة وبتتقسم في النطق فبالتالي بنزود لها حرف الاس يبقى الانتفورت بتاعتي مودلز. دير فرويند اللي هو الصديق جفستا اللي هو الاخت صديق الاخت يبقى هنا برضو جينيتيف الارتيكل بتاعتها دي يبقى هتتحول الى دير يبقى ماينا جفستا. طيب دير تيبش liegt in der Mitte Zimmers. يعني السجادة محطوطة في منتصف الغرفة. منتصف الغرفة، يبقى الغرفة جينيتيف مضاف إليه. الأرتيكل بتاعتها داس فهتتحول إلى داس. نوما 6. Ich weiß das. أنا عارف إن تينا إم زوما ناخ أوكسفورد وجايب لي الفيرب فاغن وعايزني أصرف. طبعا ما ننساش تينا اللي هي زي البنت اللي هي زي شي وزي شي بتاخد تي وما ننساش ان فارن مع الدو والار والاس والزي بنحط له أوملاوت يبقى هنا الاجابه بتاعتي هتبقى فيات. نوما زيبن توبياس موس مير توبياس لازم مير يعني مور اكتر يعني وجايب لي الفيرب ليرنين اللي هو يذاكر او يتعلم. طبعا ما ننساش ان مسن من الفيربن اللي بيجي معاها في اخر الجمله انفينيتيف اللي هو الانفينيتيف والانفينيتيف عندنا اللي هو الفيرب اللي اخره ان او اي ان. نما اخت دي كندا فيسن الاطفال عارفين ان الاب
heute spät zurückkommt. عارفين ان الاب هيجي النهارده متاخر. ان دي اللي هي مين؟ داس زي ذات بالانجلش. طبعا فين اللي هي زي وين بمعنى لما او عندما، وفايل اللي هي لان بتعبر عن السبب. داس ايست دير لابتوب ماينس هذا يكون لاب او كمبيوتر الاب. يبقى الاب جينيتيف، وطبعا قلنا من شويه ان كلمه فاتا كلمه كبيره فبالتالي هنزود لها حرف الاس. نمات سين ايش فيند دي اربايت، انا اجد مهنه اين ليرارين المدرسه كرياتيف فيها ابداع كويا غالية بيليش رخيص. طبعا اكيد هتقول كرياتيف اللي هي مهنه فيها ابداع. طيب بعد كده عندي تيما او موضوع بيتكلم عن شولن اللي هي المدارس. بيقول ايه هنا عندي؟ اول شولة عندي بتقول داس جيمنازيوم، جيمنازيوم اللي هي الثانويه العامه. دي هاندلز شولة اللي هي المدرسه التجاريه. دي بيروفس شولة اللي هي المدرسه المهنيه بتتعلم فيها مهنه او حرفه. دي تشنيشه شولة اللي هي المدرسه الفنيه او التقنيه. دي موزيك هوخ شولة اللي هي المدرسه الموسيقيه. دي كونست اكاديمي اللي هي الاكاديميه الخاصه بالفنون. هنا جايب لي مجموعه زيتسي، مجموعه جمل، وبيطلب مني ان انا افهم كل جمله بتتكلم عن اني شوله من الشولن اللي قدامنا. نمرة 1 ان دير بونكت ستوديرت من مالاغاي. الواحد من اللي هو المراه او الانسان او باللغه البلدي او العاميه بتاعتنا اللي هي الواحد. الواحد بيدرس مالاغاي اللي هو فن الرسم. اكيد طبعا هدرس فن الرسم فين؟ اكيد كونست اكاديمي اللي هي اكاديميه الفنون. ان دير بونكت لرنت مان اينن بيروف زوم بايشبيل فريزور. الواحد بيتعلم بيروف يعني وظيفه او مهنه. طبعا واضح او من الاسم بتاعها ان احنا بنتكلم عن البيروفس شوله اللي هي المدرسة المهنية. In der Punkt kann man zum Beispiel Komposition und Klavier studieren. الواحد بيدرس Komposition اللي هو فن التلحين، تلحين الموسيقى يعني، والكلافير اللي هو البيانو. طبعا بدرس ده الكلام ده فين؟ يبقى طبعا واضح من المسمى ان انا بتكلم عن الموزيك هوخشوله اللي هي المدرسة الموسيقية. Das بونكت بيرايتت اوف داس ابيتور اوف. فور بيرايتت يعني بتجهز الشخص او بتعده، اوف داس ابيتور اللي هو الامتحان الثانويه العامه. ايه المدرسه من دول اللي بتجهزني ان انا اروح امتحن امتحان الثانويه العامه؟ طبعا اكيد اللي هي داس جيمنازيوم اللي هي المدرسه الثانويه. ان دير بونكت لرنت مان فيل اوبر فيرتشافت اند هاندل. الواحد بيتعلم كتير عن Wirtschaft اللي هو الاقتصاد und Handel اللي هي التجارة. بتعلم تجارة واقتصاد طبعا أكيد بتعلمها في الهاندلز شوه اللي هي المدرسة التجارية. كده بالنسبة بخصوص الجزء بتاع الأرست فوخه اللي هو المنهج بتاع الأسبوع الأول الخاص بمرحلة بتاعتنا. فيلاندانك.